Exercise 9 on the page 20. The question is, complete the following equalities. Present equalities يعني في بيناتهم equal انه هن بيساوي بعضهم وانا بدي اعبي الفراغات الموجودة بهالequalities. present انا بدي اعبي هون بالsquares وبدي اعبي هون بالblank spaces بالنقاط الفاضية. present انا هون حتى اقدر اعبي لازم اعمل comparison شوف هيدول النمبر هون وعلى يمين الايكوال واقدر اعمل comparison وعبي الفراغات. خلينا نشوف اول example. انا عندي 1 2 3 slash 1 2 3 slash. فاذا هيدي 3 موجودة بالones of millions. خلينا نشوف هون وين هي الديجيت ones of millions ولازم نحط فيها 3. so 1 2 3 slash 1 2 3 slash. so هيدي 3 رح تكون بالones of millions فاذا 3 رح احطها هون. اوكي then رحنا عندي 67. هيدي 67 موجودة هون. 67 بشو مضروبة؟ إذا هون ضربنا بالمليون لأنه بالكلاس مليون. أنا هون هيدا الكلاس شو اسمه؟ thousand. وهيدا الكلاس هو الكلاس يونت. فإذا 67 بشو بدي أضربها؟ بدي أضربها ب 1000 لأنه هي موجودة بالكلاس 1000. أوكي شو في على يسار ال 6 من هون؟ ما في شيء يعني في 0. سو هون شو لازم حط؟ ماشي يعني لازم حط 0 ما بخليها فاضية. تمام رحنا للكلاس يونت. عندي 5 بلانك 4. هون شو عندي؟ عندي blank 04. طيب بالones انا في عندي 4. بالtens شو لازم يكون في عندي؟ لازم نحط 0 تمام. وبالhundreds شو لازم نحط؟ لازم نحط 5. فاذا بهذا الشكل بنحلها لاول equality. اوكي فاذا ناخذ الجوابات 3 لانه عندي 3 مليون فبحطها بالمليون بالones of millions. بعدين هون في 0 thousand. هون في عندي 0 واخر شيء في عندي 5. رحنا لسكند اكسرسايز فاذا خلينا نعمل نرسم سلاشز تو ديكومبوز ذا نمبرز فيرست. فاذا عندي 1 2 3 هون بحط سلاش 1 2 3 سلاش. اوكي بعدا هون كمان نمبر بدي اعمل له ديكومبوزيشن 1 2 3 slash 1 2 3 slash. تمام فاذا بين معي انه انا في عندي units وبعدين thousands وبعدين millions. بين عندي بالكلاس مليون في عندي ones of millions and tens of millions. تمام اذا رجعنا لهيدا الاكسبانجن هو عمل له اذا بنلاحظ هيدا العدد من هون لهون في سميها expansion وفي في سميها decomposition by شو by class لانه انا شايفه اخذ 3 اعداد مع بعض. so in this example فاذا هون في عندي ال 5 بال ones of millions. فاذا انا بدروح على ال ones of millions هون وحط فيها 5. اوكي فاذا هون عندي blank بعدين عندي 5 بال ones of millions فبروح انا على ال ones of millions وبدي احط 5. اوكي فاذا هيدي ال 5 بال ones of millions. then في عندي بال tens of millions. كيف بدي اعرف؟ بدي اروح اعمل comparison مع تاني جهة. انا هون بال tens of millions شو عندي؟ 7. فاذا هون بال tens of millions لازم نحط شو؟ 7. اوكي لحد هون. طيب رحنا على الكلاس 1000. بالكلاس 1000 شو في عندي؟ في عندي 900. اوكي هيدي هي 900 موجودة. عندي 60. اوكي هيدي 60 موجودة. عندي 5 بال ones. 5 بالones لازم نحط هون بالones of thousands بدي احط فيها 5. اوكي اذا انا بعمل decomposition هيدا الكلاس 956 هو اي كلاس؟ هو الكلاس 1000. so لازم اضرب بقد ايه؟ ب 1000. كم زيرو؟ 3 زيروز 1 2 and 3. تمام بقى عندي اخر كلاس اللي هو الكلاس يونت. رحنا على الكلاس يونت بالones شو عندي؟ 2. بالones عندي شو؟ 2. on بال tens ما بعرف شو عندي اما هون بال tens في 4 بما انه equal معناتها هون لازم نحط 4. بال hundreds عندي 3 اما هون بال hundreds ما في شيء. so شو لازم نحط؟ لازم نحط هون 3. اوكي فاذا بهالطريقة بنحلها وراح اعطيكم الاجابات. فاذا 75 مليون 75 مليون
965 thousandths. وهون في عندي 342 342. فإذا بهيدي الحالة حلينا هيدا الاكسرسايز، عبينا الفراغات واعتمدنا على الإيكواليتي اللي هو أعطاني إياها.